تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، أقيم حفل تخريج الفوج الثالث لكلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة. وقد أعرب سموه عن شكره وتقديره لكل القائمين على الكلية التقنية التي هي نتاج مشروع تطوير التعليم والتدريب وإحدى أهم مبادراته. وقال سموه: لقد سعينا من خلال إنشائها إلى تخريج جيل مزود بالمعرفة وثقافة القرن 21 وقادر على التعامل مع نتاجه ومخترعاته الفنية والتطبيقية في مجالات العلوم المتنوعة التي يتطلبها ويحتاجها اليوم سوق العمل والمنافسة في قطاع ريادة الأعمال والإنتاج. وأضاف سموه: وبالرغم من أن البوليتكنيك لم تبلغ عقدها الأول، إلا أنها أثبتت وجودها كمؤسسة تعليم عالي قادرة على تزويد سوق العمل بخريجين مؤهلين بجميع المهارات التي يتطلبها، ويدل ذلك على هذا العدد من الخريجين الذين تم توظيفهم بعد تخرجهم مباشرة بنسبة تجاوزت 80%، فيما نال طلبة آخرون فرصا وظيفية قبل التخرج بنسبة تجاوزت 26%. مشيرا سموه إلى أن هذا لم يكن يتحقق لولا أن بوليتكنيك البحرين قد وضعت على رأس أولوياتها جودة مخرجاتها التعليمية باعتبارها الأساس الذي صيغت منه أهداف ورؤية ورسالة البوليتكنيك التي مكنتها اليوم من الإسهام في تلبية برنامج عمل الحكومة وتحقيق رؤية مملكة البحرين 2030 من خلال رفدها لسوق العمل بمتطلباته المختلفة. وقال سموه: ها نحن نشهد تخريج فوج جديد من مختلف التخصصات التي تطرحها البوليتكنيك، حيث حصل عدد من الخريجين على درجات امتياز وامتياز بمراتب الشرف الأولى والثانية، وذلك يبعث على التفاؤل بأن هذه الكلية تسير في الاتجاه الصحيح، ويؤكد على المكانة المتميزة التي باتت تتبوأها البوليتكنيك بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة، معربا سموه بهذه المناسبة عن الشكر لرئيس وأعضاء مجلس أمناء الكلية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي وكافة منتسبي بوليتكنيك البحرين من الهيئتين الأكاديمية والإدارية على ما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق الإنجاز والتميز، مباركا للخريجين والخريجات وأولياء أمورهم فرحتهم بتخرج فلذات أكبادهم، متمنيا لهم التوفيق لخوض مجالات العمل، معربا عن الثقة والأمل بأنهم سيكونون خير من يمثل البوليتكنيك في أي مجال يختارونه لبناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم. بعد ذلك ألقى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم كلمة شكر فيها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على تفضله برعاية حفل التخرج، ثم ألقى الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة رئيس مجلس إدارة أمناء كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين كلمة قال فيها: إن سموه قد دأب بصفة سموه رئيسا للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب على دعم وتشجيع كل منجز علمي في المملكة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بكلية البحرين التقنية، كما ألقى الطالب خالد محمود عبد الله كلمة الطلبة الخريجين، ثم تم عرض فيلم من إنتاج طلبة البوليتكنيك. بعدها تفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بتوزيع شهادات على 268 خريجا وخريجة من بين 380 استكملوا متطلبات تخرجهم في مختلف التخصصات.